مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في تغطيتنا الخاصه جدا والمستمره مع حضراتكم من هنا من لؤلؤه ساحل البحر الابيض المتوسط من مدينه العالمين الجديده اللي بتحتضن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، واللي انطلقت فعالياته يوم 11 ومستمره مع حضراتكم حتى انتهاء شهر اغسطس. وصلنا للويك اند الثالث واليوم ال15 من فعاليات هذا المهرجان، وخلينا اقول لحضراتكم ان الويك اند ليه طبيعه خاصه هنا في مدينه العالمين، بنشوف فعاليات متنوعه وايفنتات متنوعه. النهارده كان عندنا في مجال الرياضة ماتش لأساطير كرة القدم ما بين أساطير الأهلي والزمالك وأساطير كرة القدم في الأندية المختلفة، وانتهى اللقاء بفوز أساطير كرة القدم أساطير أندية كرة القدم المصرية بنتيجة 5-4 على أساطير نادي الأهلي والزمالك. بيكون عندنا كمان فعاليات مختلفة وأنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية زي ما عودناكم بنتابعها من خلال زملائي الكرام، لكن خلينا أقول لحضراتكم إن أهم فعالية موجودة إن شاء الله هتكون بكرة في حفلة خاصة غنائية خاصة للنجم تامر حسني، هنعرف تفاصيلها إن شاء الله من زميلنا محمد الجباس. أنشطة فعاليات ترفيهية ثقافية مختلفة في مهرجان مدينة العالمين الجديدة، أكثر من 300 فعالية بيشهدها مهرجان مدينة العالمين. وخلينا أقول لحضراتكم نظرا للإقبال الشديد على مهرجان والرواج الكبير اللي بيشهده مهرجان مدينة العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وزارة النقل أطلقت عدد من الأتوبيسات الفاخرة سواء من محافظة القاهرة أو من الإسكندرية في مواعيد مختلفة، بنتكلم من محافظة القاهرة في الساعة 7 صباحا والساعة 4 عصرا من محطة عدلي منصور، وأيضا من محافظة الإسكندرية وتحديدا من محطة سيدي جابر في 8 صباحا والخامسة عصرا من محطة سيدي جابر، للترويج وتغطية الضغط الشديد على مهرجان مدينة العالمين الجديدة اللي بيشهد تواجد لمختلف الفئات سواء كبار أو صغار أو أيضا عرب أو مصريين أو أجانب أو غيرهم من رواد مدينة العالمين الجديدة. خلينا دلوقتي ننتقل في هذه الفقرة الخاصة زي ما عودناكم نحن بنستعرض الفعاليات والأنشطة المختلفة في هذا المهرجان، سواء الفعاليات الثقافية أو الرياضية أو الحفلات الغنائية أو غيرها من الفعاليات أو عروض المسرح مع زمايلنا المتواجدين في نقاط مختلفة هنا في مدينة العالمين، سواء في المنطقة الترفيهية أو في المنطقة الرياضية أو في النورث سكوير أو غيرها من المناطق. والبداية مع زميلي العزيز محمد زهران، يعني محمد منور شاشة سي بي سي، وعايز أسألك عن الفعاليات الثقافية اللي بيزخر فيها مهرجان مدينة العالمين الجديدة، إيه الجديد عندك يا زهران في هذا اللقاء وفي هذا اليوم؟ تفضل محمد. شكرا للزميل العزيز عمرو موسى، وبرحب بالزميلين العزيزين محمد شاهين ومحمد الجباس. الترحاب موصول لكم انتم ايضا اعزائي المشاهدين مشاهدي سي بي سي وبرنامج العالم في العالمين في كل مكان. ما زلنا متواصلين مع حضراتكم في هذه التغطيه المفتوحه عبر شاشه سي بي سي اليوم ال15 على التوالي لنقل ورصد اخر الاخبار والفعاليات المتعلقه بمهرجان العالمين واللي بيعقد في درة الساحل الشمالي الغربي لمصر مدينة العالمين الجديدة، واللي أصبح هذا المهرجان أيقونة عالمية والعالم كله بيتكلم عن هذا المهرجان نظرا للنجاح الساحق والباهر اللي حققه الموسم الماضي وحتى هذه الأثناء، ودخلنا في اليوم ال15 نجاح باهر أيضا بحققه المهرجان للموسم الثاني على التوالي. يمكن حابب أتكلم عن حالة التناغم والتجانس الكبيرة الموجودة بين مختلف قطاعات وزارة الثقافة المصرية اللي بتقوم بدور محترم ووطني مشرف ومقدر حتى هذه الأثناء في هذا المهرجان. ولما نتحدث عن قطاعات وزارة الثقافة نتحدث عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى البيت الفني للفنون الاستعراضية والشعبية. الحقيقة أن الثلاث قطاعات بيقدموا سيمفونية رائعة في غاية الجمال في فعاليات هذا المهرجان، ودي يمكن ده يعني نتيجته ظهرت في الكم الهائل من الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة المصرية، واللي اتكلمنا قبل كده على أن عدد الفعاليات وصل لأكثر من 100 فعالية. 100 فعالية متواصلة في أماكن متعددة من أرجاء مهرجان العالمين، سواء في المنطقة الترفيهية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واللي بتشهد بشكل يومي عدد كبير من الفعاليات الخاصة بالسيرك القومي يعني الفنون الموسيقية الخاصة بالأطفال وما إلى ذلك. حابب أتكلم عن الحفلة الكبيرة اللي شهدها المسرح الروماني بالمدينة التراثية ليلة أمس، كانت حفلة ولا أروع من الليالي الجميلة من مدينة العالمين الجديدة، والمسرح الروماني اللي أنشئ خصيصاً يعني في فترة وجيزة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل يعني من أجل استقبال عدد كبير من الحفلات الموسيقية الخاصة لوزارة الثقافة المصرية. المسرح الروماني شهد حفلة كبيرة امبارح ليلة أمس لفرقة الأنفوش للموسيقى العربية بقيادة الماسترو الفنان الكبير هيثم مدحت بسيوني،
واللي قدم هو وفرقته باقة من الأغاني والزمن وموسيقى الزمن الفني الجميل، ولعل من أبرز هذه الأغاني بنات بحري، والإضافة إلى بين شطين وأمر يا اسكندرية. أيضا قدموا عدد كبير من ميدلي في الكرور وميدلي عبد الحليم وميدلي تترات المسلسلات وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، سواء كان الأسر الصغار الكبار الشباب، كله كان موجود وكله كان بيمتلئ خشبات المسرح الروماني، بالإضافة إلى حضور وزير الشباب المصري الدكتور أشرف صبحي، بالإضافة إلى حضور أيضا الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ عمرو الفقي، واللي بصراحة يعني عبروا عن ارتياحهم وسعادتهم الكبيرة لهذه الحفلة اللي أبهرت الجميع. يعني هذه الحفلة بالمناسبة يعني هي أسست عام 1967 بقيادة الماسترو الكبير الراحل يعني مدحت بسيوني، وهو بالمناسبة والد الراحل والد الفنان الكبير هيثم، واللي قدم الحفلة امبارح. أيضا هو قدم هذه أو أسس هذه الحفلة بمشاركة عدد كبير من شباب الجامعات والهواة والموسيقيين. كمان وزارة الثقافة المصرية يعني تتهيأ لإقامة معرض كبير للحرف التراثية والتقليدية بمنطقة المعارض بالمدينة التراثية، واللي بتبعد بضعة كيلومترات فقط من المنطقة الترفيهية اللي احنا موجودين فيها الآن. المنطقة التراثية يعني منطقة أنشئت خصيصا مؤخرا من قبل أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي مقامة على مساحة 260 فدان، وبتحتضن الكثير من المنشآت، أكثر من 70 منشأة بتحتضنها المدينة التراثية. وزارة الثقافة بتتهيأ في هذه الأثناء لإقامة معرض يوم 1/8 بإذن الله للحرف التراثية والتقليدية، وأيضا هذا يأتي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم إنشاء بارتيشن خاص أو جناح خاص بهذه الحرف لإتاحة أكبر عدد من الجمهور للتعرف بقى على التراث المصري القديم والحرف المصرية القديمة مثل الخيامية والصدف والخزف والعديد من يعني التراث المصري القديم. بالإضافة إلى أيضا أن وزارة الثقافة بتلعب دور كبير في تنمية الوعي، وإيمانا منها يعني تعزيز الهوية الوطنية والثقافة الوطنية المصرية، بالإضافة إلى تنمية الفكر. أيضا رأينا وزارة الثقافة المصرية بتقوم بخدمات مقدمة ومقدرة من قبل الأطفال، ويمكن المهرجان بيحظى بقبول كبير وزخم كبير من قبل الأطفال مع أسرهم، وده ناتج ونابع من عدد الفعاليات الكبيرة الخاصة بالأطفال اللي بنلاقيها في كل أرجاء مهرجان العالمين، سواء في المنطقة الترفيهية أو في الممشى السياحي. ولعل من أبرز هذه الأنشطة الخاصة بالأطفال هو مهرجان نبتة، واللي بيأتي بالتعاون ما بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبقى مهرجان نبتة يعني في عدد كبير من الأنشطة، سواء كان مسابقات مسرحيات خاصة بالأطفال، إضافة إلى أيضا إلى المكتبات المتحركة، وعبارة عن سيارات بتجوب أرجاء مدينة العالمين، بيبقى فيها مشرفين، فيها كتب خاصة بالأطفال. كل ده عمل زخم كبير ووجود عدد كبير من الأطفال، وحتى الأسر المصرية لما تكلمنا معهم وأخذنا رأيهم في هذه الأنشطة الخاصة بالأطفال كانوا مبسوطين جدا، ويعني عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه الجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة المصرية. يمكن هذا ربما آخر ما لدينا حتى هذه الأثناء من فعاليات خاصة لوزارة الثقافة المصرية، ونحن في المنطقة الترفيهية بمهرجان العالمين. ننتقل بقى إلى الزميل محمد الجباس للحديث أكثر عن آخر ما يهم الأمور الفنية. إليك محمد.